محتاج اطلع فاصل، بس قبل الفاصل عندي فضول كبير جدا اعرف مين اللعيبه اللي وقع مع نادي الزمالك. طيب الزمالك احد وكلاء اللاعبين خرج قال ان هو مضى بعض اللعيبه من الزمالك. صح، الزمالك مضى بعض اللعيبه في وجود كابتن احمد حسام ميدو وفي وجود بعض الوكلاء. مين اللعيبه اللي مضت مع الزمالك؟ احمد ميهوب حارس المحله، محمد انبي الظهير الايسر النادي، محمد حمدي محمود حماده ما مضاش، محمود حماده تم التفاوض معاه لسه ما مضاش، هو ابدى رغبه مبدئيه باللعب في الزمالك، هو الراجل مرحب باللعب في الزمالك ولكن لم يوقع على عقود. محمد حمدي لاعب انبي وقع على عقود، احمد ميهوب حارس المحله وقع على عقود. احمد ميهوب حارس المحله عوده وترجع له، لان بنسبه كبيره الزمالك هيكمل بعواد صبحي، الامور ماشيه في الطريق ده، وكمان اوسا كان قاعد معاهم حتى بيقولون في البطوله العربيه 50-50 صبحي وعواد، انتوا الاثنين تجتهدوا في التدريبات، انا مش محدد مين اللي هيقف بشكل اساسي قبل المباراه مثلا ليله المباراه، فبالتالي التنافس كبير جدا ما بين عواد وصبحي، عواد عايز يرجع لمركزه وصبحي موجود. فانت قلت لي دلوقتي الزمالك تعاقد مع احمد ميهوب وغالبا مش هيتمم التعاقد دوت وهيراجع صعب. محمد حمدي انبي بيقول انه عايز يحترف، بس لو الزمالك دخل وحل مشكلته وقدم عرض انبي هيوافق. يعني انبي قبل كده الناس اتكلمت على احتراف محمود جاد، محمود جاد دلوقتي حارس في النادي المصري. صح. فبالتالي لو انبي الزمالك دخل بعرض كويس وقدر يسجل لعيبته هيوافق عادي. بس الزمالك عمل ميدو برضو تواصل مع فخر الدين بن يوسف وقال له ان احنا مهتمين بيك بس هنحسم الموضوع مع المدير الفني. فبالتالي ده من اللعيبه اللي حصل اهتمام بيها، لكن اثنين وقعوا للزمالك كريم بشكل نهائي، ميهوب وحمدي. غير كده وميهوب بتقولي مش هيجي غالبا. لا لا، عوض وصبحي مكملين، هيجيب ميهوب ليه؟ ده بالعكس، محمد ابو جبل كان على تواصل مع احد اللاعبين وكان عايز يرجع الزمالك وابدا ترحيب ومرونه وبتاع، فبالتالي الزمالك لو هيرجع كان هيفكر مثلا في جبل وجنش والحراس اللي كانوا عنده وعندهم خبرات وبتاع. ولكن في الوقت الحالي فعدم خروج محمد عواد، لان عواد شايف ان هو فاضل له موسم في عقده وان هو حابب يكمل الموسم ده مع الزمالك، والزمالك برده شايف ان هو مش هيبيع عواد بالرقم الكبير اللي هو موجود، سواء فاستفيد منه احسن، فبالتالي عواد يكمل معايا وصبحي والامور تمشي. عظيم.